بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إخوتي في العقيدة، وحان وحقان بدنين إن شاء الله تعالى كورن دونا آية من كتاب الله سبحانه وتعالى. ربي سبحانه وتعالى في سورة النساء آية بغل صدن يلح إلهي وحلي: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. آية quraanka oo quraanka madaniga kamid ah ilaahi subhanahu wa ta'ala wuxuu ku bilaabayaa: yaa ayuha alladiina aamanuu, kuwa iimaanka laga helayo. waxay culimmadu tilmaamaan 9 aayadood oo qur'aana ayaa ku soo arooray yaa ayuha alladiina aamanuu ka bilaabma suurat albaqara: yaa ayuha alladiina aamanuu laa taquluu raacina waquluu unzurna ku gabagabooba fi suurati tahriim: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. سجاشن كا آيات يا رب سبحانه وتعالى ومؤمن كا كل هاد لا آيات كم إذا بينو تشوقنا. وحصل في الأمة لقت الماما مركا أد مقشان إلهي يدين كوي يا صفة الإيمان وصفة ذات كمؤمنين تيجعلين رب قود وقوي يا رأى إن دكت وحبدا لورا رعيه ويا إلهي سبحانه وتعالى ما وح خير كتشرو كوشي جايا وكفريا أما وح شر كتشرو كاريبيا. آيادة تاني ما دام نروى آيات مدنية وحيكون سؤالك تاي وقت المؤمنين تو أي حوق لهايين أما أنا كتشرين ضعف في مكي جاها إلهينا سبحانه وتعالى يدوم مكة انت سو قران كسو دغين دوري 10 سنه دوت قضايا الايمان لغله هدلي اي هدنا مركي اي مدينه وطلابين دوله اسلام يا دستين اي خوغيستين اي عقائد الاسلام انت دي اوغو بدنيد لوغو سو شرحي صور كمكيغا يا قران كمكيغا كسو دغاي مكة كسو دغاي يا ربي وحو ولي لي يا ايها الذين امنوا امنوا بالله ورسوله. سأشيع علمتي سويديا وحويا: يا أيها الذين آمنوا بالليل واركوا إيمانك لقاها ليو وحي اللقسي في يهدنا اللوغو يا ري آمنوا بالله بهدنا ليل مركو هربا وحي اللقسي في إن أهل إيمان يهين كوي إيمانك لقاها ليو با إلهي سبحانه وتعالى كدبنا إلهي با وحولي سبحانه وتعالى آمنوا بالله ورسوله ألا يا رسول كيس يا كتاب كي وكسود شيء نبي محمد عليه الصلاة والسلام يا هرتي كوي لسود شيء بر ما يبال له سبحانه وتعالى. الإمام ابن كثير رحمة الله عليه وحلي مسألة ماها من باب تحصيل الحاصل ماها، لكن وحوي بولي من باب تكميل الكامل وتقريره وتثبيته والاستمرار عليه. ووحل هيي والله الربا إن لنا ما يستره ووحل هيي والله الربا إن للصقو لحجيه وآن مر نبا نلش امتحانات كيدو قفك آن يكوي عنين. هذا بقى آيات دندك كواد اللي قلها هاد ليواكما إنه سكوا ما ينوني وقران كي النبي محمد كسودك عليه الصلاة والسلام رقا كواد اللي قلها هاد لينا وابي بكر يا عمر يا علي يا عثمان يا عشرة المبشرين يا رقي لقرنا يا صحابة واوينها ايا الهي وحلي: يا ايها الذين امنوا امنوا بالله.
هدي قلداس لغو ييري كو إن إيمانك لغا هلايا و إيمانك إن قصوك ما مسا كرر صدا إنغو إمسي نوبا هنهي إن لينغو إلا يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله بل سهدي نبي محمد إله كله يا أيها النبي اتق الله يقول نبي محمد عليه الصلاة والسلام يا إلهي قرآن كوحولي يا أيها النبي اتق الله نبي الله ولك بقبا ليلى لك عبس سبحانه وتعالى ما نوحويا إيمانك يتقوى يا لك عبسه ودرجات أي علماء دولين لقره وقفك وكرك النغضة وسدع كرتين دادقه وقفك ميل هوسو النغضة وأنا أهل السنة والجماعة قاعدة دايك قديسين فرق منحرف كاوحا كمدة إنو إيمانك كره نقصامنا الإيمان يزيد وينقص وقاعدة من قواعد أهل السنة في باب الإيمان رب سبحانه وتعالى دتك مؤمنين تأمر كاوحو كل إيمانك حجستا وكره درجات كإيمانك كره كره ويا إيمانك درجات كيس بن آدم كوكو كلا صرعية سيدا أوجد بي صحابة وحي آد وقفي تجنايين إيمانك هذا إن نبا إنو دا وعقاره آد بيو إلى لنشرين سيدا ما أنت دتك شوغا لعك تيو إلى لين سكو حوك بدل بيو إلى لنشرين وحلقي يابا مثالا هذه قردات كوت الماما وحكم ميدا هذه قريقا قد حديثة dala yaro dhexta la quraarad yar kristal yaro cado miiska isaga ka saara waad u haysatay waxaad fadhiga ku quruxsatay maalin uu ku yimaado waahid geologista oo ku yiraahdo baashan yar miiska saaran gurigaagu war waa diamond oo ku yiraahdo allah marka diamond lagu sheego madaxa ku xanuunaya awl miiska isaaray laakiin marka kan sanduuqad ku qafisha قولك قفل صندوق قفل إسلام توه حتى هذا نبي المفتاح حسين تاسون غنيو إذا نيجي تابني بنك الله دقة مال الله دقة ويا وحي بعد دائما نقضي أول وحي سكاها وحي محي كريستال قرار دي رعاة بوها يا ماشي يا لي قرار دا عادي مركا وحقاقة قروح دا وبدو قتشي دا قيمة بدن كوما لهين لكن هاد قيمة الله يالي مدام قيمة الله يالي وحد كفي تكتها السيدادو إلى لين لهين صحابة النبي محمد عليه الصلاة والسلام ورضوان الله عليهم أجمعين إيمانك وحو قويو إيا معنه سيقيمه سيقانين سيدة دراد ديد بي وحي إلى لنيين إيمانك سي وحي واركيين إنو يهي وحل حفظيو أولا دورو أوا كستو بريا أما قبل كستو دما وقفك مؤمن كو سويديو إيمانك إيجي حقو صعدا مقربو صعدا بسهو صبانو صعدا سيدة وكيد با إمام البخاري ما وحاو سقو معلقة كورينيا قال ابن أبي مليك بولي ماكو كور رمي أبواب تاسي إيمان كوينو كرية نقصامة يوحي لمدة أيوح لي ابن أبي مليك وحو كسو أرورينيا ابن أبي مليك وتابعي تابعين تواوينات كمدة ابن حجر العسقلاني في فتح وحو كتل مامي تضبات إنو سو قاري تضبات صحابة تواوينات كمدة إنو سو قاري لكن سأقول مركان وهاد لا يمس لذا كور رمي وحليه أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه ما منهم أحد يقول إنه على إيمان جبريل وميكائيل وحن سو قاري بولي ابن أبي مليكة تضباطا صدا كم دا صحابة النبي محمد ونن ولبن نفاق نفتي سو غعب سنيو محو نفاق وغبقيا معنى هذا وحويا نن ولبا ايمانك سو الى لنا يم حيس كبدلي الى حد كعب سقبه ان النفاق قد يكره ميد اورن جري انو ايمانك جبريل اما ميكائيل بان لا يولا تزعزع كتب تبوان خرستو علمي ان دمي وانو هوس ما نقد ما جيرو واي قران كاي كو اركين اسغو الهي كو ورميو قار علماء هاي وحبابك هارين هدنا واتلو عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين وذا دك كتب ستيو هدنا كبوري يبا قرآن كتل مامي وحبك كهارين سادرادت صحابة وحي الرومي سناي إنو أبا هي إيمان كان إلا إلاليه
حديثك مثلا أنس بن مالك ورنا إيه شيخ الألباني صحيح حديث أو صحيح كتل المام إيه وحلي أنس بن مالك غدا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نبي كسو كلهين صحابة النبي قار كمدي وحدا يا رسول الله هلكنا ورب الكعبة إلهي رسول كسي وانو هلاك سني ربك كعبة لا نقول نهرني قال وما ذاك ما هو هلاك سنتين بو النبي ويديني عليه الصلاة والسلام قالوا النفاق النفاق وحيلين إلهي رسول كسيو هلاكنا نكور رمينا ومنافق نمو نبي ويدي عليه الصلاة والسلام ميدا الشهادة ألستم تشهدون أن لا إله إلا الله وأن رسول الله ميدا قرين الله سبحانه وتعالى وحدان يديس يكل مديسة توحيد كم ميدا الله يمنين ها بيد هذا أنه إن الله رسول كسه ميدا قرين ها بيد هذا نبي وحكول ليس ذاك النفاق كاسي هذا منافق نمامها لكن حس مرهف بيلها وحيلها يندرين سوچه ده ونلوش أردن وحكال قال السنة إيمان كوده سدردد بي إيمان كوده وسوچه ده نوانا يقلين إن يرو بوردنا يني فوشو دبتنا انت هدنا كسو نقضين بي وحيلها دين إله رسول كسي وهلاك سن سيد يقول ويدي ومحاد عي وركي يقول هدنا كجوابين منافقني ما جرت بيلها نبغ عليه الصلاة والسلام سيد يقول هدنا كجوابين أنس بن مالك وحلي مرصد حد بين نبي قوي ما دينه سيدي وكلك ويراده نبي عليه الصلاة والسلام مرسي وحجر أبو يديني مكة محجرة وحي أور رمين مكة ورلم إذا حديثك حنظلة يا رياض صالحين كنت قانين صحيح مسلم كسائر ريي نك كاتبك وها من كتاب الوحي نبي عليه الصلاة والسلام رقي وحي وقر جرين كم إذا حديث كيسي أبو هريرة سائر رينيي صحيح مسلم كي الله كلي شاكين او اها الهي رسول كيسي يوم كانوا اديقا كلا تشوغونا ادنا وعدد دين تنو شاكتو ايمان كيكو حد بو تشوغا ميل بانو قارسي سنناي مركا انو كاتقنا عرورتا ايا دو مركا ايا شقضا ايا حوالها ايا وحاكو مشغول لنا وحد مودين وحسك كايا بدلين مركا اللي تشوغا وحي شاكين يعني كانما جنة دي النار طيار كيان جنة دي النار توين الرأي العين تهايوك له أي شيء جنية وهي نبي محمد بابا وعدنا عليه الصلاة والسلام لكن هذا عمر كان مكاتب نبي ليين حول هي وحبانكم مشغول الله نبي عليه الصلاة والسلام أحاديث سوى حوج وابي صحابة سوى تمي سيدا مركا إلى شوكتان تهين هدا كوس جنان الله هيدين مر والبا ملائكة ودوين كيدن كوس سلام إلى هيد هي فرشتي نما قريه نجده هذا ملاك تيدونك السلام إلهي كأنما لطلما ما يأنا حد كبشري جابه هراء ونافع لهيدين وصفك ملاك تو كلا كبير كار لهيدين مثلا ده واحد لطلما مسادت ككن إيمان كودو إنه كلا سرية مسايش مباح هيدي حلاش هيدي يقا كلق مية إن يدرين كقبين نفتو دين وحس كبدلين يدو وحس كبدلي أما يستبي وحران عن وحين تبعتنا النبي وحكوا لي عليه الصلاة والسلام حديثك حنظلة سو شغي يا حنظلة ساعة وساعة ساعة يا ساعة ساعة وحي حلاشة يا مباحة يا وحي قال لكو بنيي اي جائز كات صبينيسو يا ساعة إيمان كات كورينيسو وات قارسينيسو حد كاسي جنة يا النار تادي شكو هاي سوكالي وهديدت كمان تشوغا إيمان كودو أنو قارن بماشا أي صحابة الله هاي سيدي جنة دي النار تانو إشكو هاي نو كلانو نقلنا وأنو حالات كو أهين بحالة ضاها إن أي عرور يدو مريين تنونو يمادان ويحي حلاشا أي تشوغان بل إلا تشوغو حارانتي يا شركيات كي يا بدعية وحكا الله دبالنا يو انتابو بهي إيمان كينو مركا عصبونا يسين أمكورين أمكوبعين وحين سويديننا مركز إم سو مفقود يا إم سال لا يا في حياتنا من علم الإيمان وأعماله أقنت إيمانك يا إيمانك وكوكو رأي التوحيد كي عقائده وأي كوكوران مسائل معرفة وأي كوران مسائل قلبية ويقينية ووقفك درد الصدوع عبادة معان ليالته ووقفك جنة إيا النار أركه ووقفك قيري أمه غطه ووقفك آخرة وأركه
oo noloshana ay la gaabato oo la yaraato oo la macno daraato. Nabigu calayhi salaatu wasalaam xadiidku imaam Tabrani uu soo saaray Cumar bin Alkhataab laga warinayo, Sheikh Alhaythamina uu leeyahay isnaadkiisu waa xasan, culamo kalena ayuunu fiican yahay ku tilmaamtay. Wuxuu nabigu leeyahay calayhi salaatu wasalaam, ina aliimaana la yakhlaq khalaqa khaliqa khaluqa intaba waa la yidhahdaa bay yidhahda ina aliimaana la yakhlaq, iimaanku waa gaboobaa buu nabigu leeyahay. Fii jawfi axadikum, midkiin gudihiisa ayuu iimaanku ku gaboobaa. Kamaa yakhlaqu thawb, sida maradu ay u gabowdo kale. Ee fas'alu llaha tacaala an yujadida aliimaana fii quluubikum, ee rabbi waxa weydiisataan buu nabi Muxamed leeyahay calayhi salaatu wasalaam, in ilaahay iimaanka ku cusboonaysiiyo quluubtiina. Masaladan sharaxeedu nabigu calayhi salaatu wasalaam aada buu u soo dhoweeyey. Waxaa jira masaa'ilka bay yidhaahdaan macnawiga ah, dadku wuu kala horfahmi ogyahay, sida intelligence-kooda ama dhakaagoodu uu u kala koreeyo, siday u kala garaad fiican yihiin bay u kala fahmi ogyihiin. Laakiin waxyaabaha maxsuusaadka ah dadku inta badan isku sibay u dareemaan, ama fahamku inta badan waa dhadhow yahay. Maalan kani inuu derbi yahay sharax badan uma baahna. Qofka haddaad tidhahda taabo kanbaa derbi la yidhaahdaa, haddaad caqli badnayd iyo haddaad caqli yaraydba markiiba waad garanaysaa inuu derbigii yahay. Marka lagu sheega lagu dhaha waa kanoo derbaa la yidhaahdaa, falsafo badan iyo sharax badan uma baahna. Qadiyada tan si uu nebigu u soo dhoweeyo, nin caqli badan iyo nin caqli yariba uu garto iimaanku inuu gaboobo, ayuu nebigu wuxuu ku tilmaamay masalo aynu wada naqaan oo aan cilmi inooga baahnayn. Nin waliba waa yaqaanaa maradiisu inay gabowdo, marada dushaada saarani. Markay caadiyaat ilxayaat la kulanto, waa gabowdaa, humowdaa, googo'daa. Dabeetana si aad gabowga uga ilaaliso, kolba waad maydhmaydhaan, had nadiifisaa, ilaalisaa. Haddii aad iskaba dan yar tahayna markay kaa dildilaacdo, kolba waa tolotaayo isku dududa. Haddaad jeebka wax ku og tahayna markaad aragta inay soo gaboobaysaba, waad iska tuurtaa mid kaloo cusub ayaad isku xidhaa. Waxaad ilaalinaysaa inaanay marada tari ka bixin xad maqbuula, waayo hadday hayliya kaa noqoto waxaad si leedahay bulshaduna kula yaabaysa, aadna dee waabad ku ceeboobaysaa, cawradaaduna dabadaabay usoo bixi doontaa. Haddaad waxoogaa haysatayna waxaabad sileeday warwaaba laguya sii doonaa haddii aad maradu aad kaaga sii xumaato, sida caqliyaadka maanta jooga ay u fakaraan. Laakiin nebi Muxamed calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay, waari iimaanku quluubtiina wuxuu ugu gaboobaa sida maradu dushiina ugu gabowdo, ee rabbi waxa weydiisataa inuu iimaanka qalbigiina ku cusboonaysiiyo. Intee dareensan in iimaanku ka gaboobayo, intee dareensan inuu maydhis u baahan yahay, isleeyahay war qalbiga dib u maydh, waa daxalaystay. Kallaa bal raana calaa quluubihim maa kaanuu yaksibuun baa alla qur-aanku tilmaamaya. Dadka qalbiyadooda waxaa dhababay, waxaa daxaleeyey waxay kasbanayeen. Intee u arkaya iimaanku inuu yahay aqlaa jawhara cinda, daymanka ugu qaalisan agtiisa yaalla, waayo waa waxa naarkaa badbaadiya ee jannaad ku hesho. Wax bini aadam helo waxa ugu weyn janno iyo rabbi aragtidii subxaana wa tacaala, iimaan baa lagu helaa. Wax bini aadam uu ka nabadgalo balaayo laga baxsada, naar baa ugu weyn, iimaan baa lagaga nabadgalaa. Idan wax ka qaalisani ma jiro. Inteeba u feejig wixii noloshiisa ugu qaalisanaa inuu ilaaliyo, oo uska geliyo boodhka ka ilaaliyo. Saxaabadii nebi Maxamed saasay u ilaalinayeen. Mucaad ibnu Jabal baa waxaa laga soo arooriyaa, bale ibnu Xajar raxmatullaahi calayhi fii fatxihi wuxuu leeyahay sanadku waa saxiix, waxaa laga keenaa inuu odhan jiray, ijlis binaa nu'min saaca. Ardadiisii iyo dadkii la socday buu wuxuu leeyahay, ina fariisiya aan saacad ilaahay rumayne, miyaanay ilaahay rumaysnayn subxaana wa tacaala? Maya wuxuu rabaa inuu iimaankan koriyo oo kobciyo, beero oo waraabiyo. Ina fariisiya buu leeyahay aan iimaankeenna sugnay. War iimaanku wuu yaraadaa qaadhaa haddii la kobcin waayo. Xadu intan leekaado, amase kaba sii yaraado, amase uu murxo oo muldhado oo shiiqo oo madho oo idlaado wax la'aan soo baxo. Waxaad ka garan kartaa xadiisa shafaaca, kuwa naarta galee marka dambe laga soo fagayo
النبي قلت المامي عليه الصلاة والسلام إلا إذا كسو صار كإيمانك أي كجهد حبة شعير رواية كقاركود حبة من خردل رواية كقاركود أي كسي دم بيسين ذرة من إيمان يعني ولا كلا إيمان وي كوي إيمانك وين يجو صراط كبه الله عيكم مره نار يوحنا الله اسمه رجع صراط كبه بدون حساب بلقل الله مره كوي إيمانك ودم يلا دحمره نفرس فوشانو كلا يكون مره كوي أنا أتكوحو جنيني يجو من مخدوش ومكدوس نبي مره كلاليب تكلا الله ده يدو أي دع دعوة ضي دع الله دنيك كدا أيام بيك دافان قاريه جو بيرك كو جرجورنا يي مران قارنا جهنم أي كوداتا كو جهنم أي كوداتا هدي إيمان كو وحون كسي هرتنا با قلب إن لا صوفا جا كو سلادة هي تكن شريبة لا صوفر فجا وملائكة النار تدك فك ويسا وحي ده دنا إلههم حان فوق رأي نادت خروج بحلو بيني اكتب الله إلى مواضع سجودك ماشي سجود النار تما عنته حديث الشفاعة وحط المام يدتك إيمان كود سيدو كريهي إذا ما حينه باهن هاي إن إنه إيمان كنا أوفي تجنا نهلك ومرية إلهي دين لي يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل هدي لقول يا هي آياتك كالنبي محمد عليه الصلاة والسلام يا أبي بكر يا عمر يا عثمان يا علي هدي قوة الله وكل أحد لا يؤمن بالله إنه وإنتين وبهن إن لا ينقل أحد لمركز سيدا وجد بيا أهل السنة وحيت الماما إيمانك إنه يا هي قول يا اعتقاد يا عمل إنه يا هي ورد قلبي قدكتو قنطنطة إنه يهاي وح عرب كلا جدا واقه إنه يهاي أعمال شرك كصوب بحدا أو قفق سمايو قرآن بدن بدن ربي وسود تجيبه وحينات المامي إنه إيمانك قرة هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم إلهي سبحانه وتعالى سكينة دي حسلوني ده قلوب تقوى مؤمنين تأكل سود تجيبه ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم بل النبي محمد عليه الصلاة والسلام حديثك الصحيحين ككوية اللي يغير كيبة ترمدي يسوار وريان وحتى المامي إيمان كينو يهي بضعة والستون أو بضعة وسبعون شعبة تضباطا يدور أما اللحدة يدور قبل أما قبل إنو يهي قيبط أي أقر رئيسه لا إله إلا الله أي وهو سيسو إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان حشوط ربي لقى حشوطه يين عاسي أنا وكمد يا هاي شعبة من شعب الإيمان صحابة النوليت حلي وحي قسمد وكسو الدقي حلي النبي محمد واحتر بيينيه حلي صدحية طبان صندود عقيدة لو شرحيي صدحية طبعا صندوق بين نصوص العقيدة ما كوسو الدقية وحاس وتربية صوقاتي دور هي طبعا صندوق عند النبي محمد لجو برباري عليه الصلاة والسلام هدي إلى هاي لي أيها الذين آمنوا آمنوا بالله للي دت كان النبي محمد ببربارين سيا محل ورانا يا مرك دت كان شوقين الجيل كي النبي محمد لا نولا هين دت كان نول زمن الشهوات والشبهات عهد المغريات دت كنول وقتي شبهدو اي تربضن طهي شبهدو الشبه شبه هو وحيابها كان دت كدينتو دلقا خلخل قليو سانين بدن كو علعلية عصرقا كان قال لمدو تخصصات علمية قال لمدو جامعة الله قبحا بروفيسر قال لما كو تخصصي وحن حصصتها أحد العلماء المسلمين قريضي الله ونحرسته أيام أنتم محاضرتك يدي أيوح تلمامي تخصصات كور رقلبات كصبرتي دبيت نوحي وحنكو تخصصي في علم الكفريات بيدي أفر فني وأفر طب الدكتورة يوم ماجستير كسيتو شاقي والدكتور رشدي فكرني لو رنشري تو توزر كيبور انت الله ونحرسته وحت المامي وحنكو تخصصي بيدي فلسفة الوضعية وحلا نوعه تخصص سيولوجي يو وحيا باسي وقايب بضان وكمد النظريات كفرية إذن جامعات بقى لوقت تخرجها
جامعات با لوغا بحا نظريات کا قال نمو كوي كو تخصصا ابناء المسلمين دبتنا ودقا سلم كان تعليمي غا اي وافقسن اركتياها اما عقائد انا هين عقيدة دا اسلامي غا لغو بيسكري اي وحا ادقا ايان قيبا بدنو كميدي وا قال نمو قيبا بدنو كميدي وا قال نمو قيبا بدنو كميدينا وا انفع ملي هي ودا قال نمو طب كميدة هندسة كميدة وحيا بدنو انفع عليه بل علوم الإنسانية قيمة بدنا فعلا كتيرة لكن نظريات أصل وآهو كالي وقال لما أبا كتيرة أو بروفيسور ركو تخصصين إذا نحن له قال لما دو عصر يكن قف كستوى الله ديغا أبا إنت بدنا يسكول ديغا تا إنت بدنا يسكول ديغا تي جامعة دي ميل سوى دراسيسا وصيلي بس الله ديكتاي كميت وعصري حوق لوفا فيا قال لما إعلام با فافية بوك با فافية كتاب با فافية شنيما فافية ميديا فافية تي في با فافية وحكالو عصر قال الله فافية مغريات كي شهوات نفسي وهي بها النفط تعشي إلهي سبحانه وتعالى نفط بن آدم كاو حقوق أبو ري الدوافع الله قلت لك لأن الله شيئنا كقيب قاطو وحكم ده دوافع ده جنسي صدالك كصاب سنة ابن آدم كبانو تشرين ده دانو صدال الله ترمينين لكن شبهات ودم بالفافية حاران ودم بالفضيدية هداي تي الربا هداي تي الزنو هداي تي خمر هداي تي مشكلة هداي وحا حمال غشة ودم عصر الفضائيات بانوشين عصر قول كيري قوري قاقا قال كتشوغا دوني دا الدبادي دو وعدين ايو ووعدي تشوكتا وعدي تشوكتا وقول كهرددا دي قوري قاقا ووعدين ايو قال كسو هذا يا حقه آخر الدنيا ونظريات كيس علمي غاية ركتيسي وحيس الشيغية إذن دات كان نوع العصر كان انتو أباهن يهي إنو إيمان كيس كوريو أو كوريو بالعلم إمام النووي رحمة الله عليه صحيح مسلم كماركو الشرح يا وحا وتلمام يا أولي إيمان كبولي يستقوا خلاف يا أهل الفلسفة إلى هدان ماهية الإيمان ما قرته أيوه لا يوكرا حتى الماهية بوت المامية أصل الإيمان بقرة وباليقين والعلم ولا دلة كقرة مدى علمك بالله أي إيمانك وكرية أنت هذا لا أقون ولا ضحي وإيمانك وكرية أنت هذا آخر أقون ولا ضحي وإيمانك وكرية أنت هذا ربي كحرنتي وحي إيمانك أو كوريا أنت أضلك عبسطه وحي إيمانك أو كوريا أنت أتقفلته الباب هذا الله يسكواله الباب هذا مبضان يبلغان ابن آدم كولي هاي إيه الشبهات كي شهوات كي كسو قلان أنت أتسكحده أيو إيمانك أو كوريا سيدا وقد بيسوغو النبي الرباء عليه الصلاة والسلام إنو ينوت الماما نرشو إنا أنا ميل تشوغين وح بضان وقفك صامر يا إنا يشرته أيوه حقوت المام يا إيمانك يا قلبي قفك بن آدم كوكا لينو لم يدي ضي حايف تيم هيا مر أربع ضروري صابح ضا يوم حيكو سمايسا إفكي سبا واي قريسا واي هريسا لكن ضرورتو تشوك تما هيدا ضي حوس كتشوكاية عبار مركو يمدو بيسي هادانا كدغا غدا وحنا بيقول عليه الصلاة والسلام حديث كالصحيحين ككويا لعلي بن أبي طالب وصو صاري وحوسو أروريني وحلي ما من القلوب قلب إلا وله صحابة كصحابة القمر ما تشيرو قلب قلبك بني آدم ككمدة إلا يضرور بولي بنا بقولي ضرورها ضيحوك لكمدة يعني إن نلوش فتن كده امتحانات كده وحكو صامر سا وقتيو وكو يرد هارمو لكن وحدو باهن تيميليه لغونا دي فنشرين اتكو عررتو قاردك اقو هدوس كقوبو واحد كل عررته حقه والله يا بين البادية هو تقبطية مال أسكك يكو دافت بدن لكن مركا تصور نغطوه يسوكو نوبة كعس مركي بواحد كل الدك دك تاميلها لغو نظيفيه هذا يكو صور مرتو شبهات كان أما شهوات نفسك أنا أما ميلها كان قلبك ما يرس بو باهي كي نبي محمد جبريل بالله صادرين وما يره إلهي با جبريل صادرين تلقى صور صاري بالله ما يره حديث الصحيح ساكو صار رتي نبي محمد عليه الصلاة والسلام وحاو النبي عليه الصلاة والسلام حديثك كان كت الماما يا قفك بن آدم كاين صامره واختياء لك لنته
وحيابها سيام الشبهات كام شهوات نفسك أو قلبك سدبولي كرا سيدا وقيد النبي عليه الصلاة والسلام وحينات المام يا إنا إننا هين وحتى جنو استجننتا وحمل قرا كسوغا يقفك بن آدم كينو قرية هاصبا نقرية إنو باهي مركز قلبك سينو إن بدنك شقية أو عصبان سيو وحكم إذا حديث النبي عليه الصلاة والسلام كسوغا حديث كو إمام أحمد صوري أما صو صاري صحيح الجامع الصغير شيخ الألباني نو خصو صاري وحنا بيقول إنما القلب من تقلبه إنما مثل القلب كمثل الريشة معلقة في أصل شجرة يقلبها الريح ذهرا لبطن نبي محمد عليه الصلاة والسلام حلي قلبي قبا وحا قلبي لو بحيي من تقلبي قد قدون كيس iska gaddiga kan iska gaddinayo ee xaalada kale gaddisan u maray daraadeed ba qalbiga ba qalbi loogu bixiyay qalbiga binaadamku wuxuu la mid yahay bu nabi qulay alayhi salatu wasalam sidi riisha ama bal geed gunti laga taagay oo dabayshu ay kolba dhinac u dhigayso geed hadaad guntiisa bal ka taagto balku waa wax khafiifa haday dabayli soo dhacdo waa macruuf in kolba dhinac u tuurayso nolosha imtixaanadkeeda dabayshana nolosha imtixaanadkeedu markasta aad nolosha joogto mumtaxan baad dhibba ku haysata si uun baa lagu imtixaama walidaalik wuxuu u baahan yahay qofka mu'minkii inuu iimaankiisa cusboonaysiin karo nabiga calayhi salaatu wasalaam xadiista ka sugan sheekh al-albani matalan dilaalul janna kitaabka la yidhaahdo uu ku odhanayo sanadkiisu waa saxiix وحا النبي قال عليه الصلاة والسلام لقلب ابن آدم أسرع تقلبا من القدر إذا اجتمعت غليانا قلبك قفك ابن آدم كاي وكقد قدوم بدني داريقو مركو كل كرنا ما يسترطو داريقا دبك الله صاريت بيكو شفت مثلا اي بيهو اي كل لادان محاكو دعا dabku xagga hoos uu kaga baxay maadaama dabku xagga hoos kaga baxay biyaha waxa kulayl badan inta hoos jirta dabatana intan hoos jirta energyga badan heshaa kor u boodaysa intii sare qaboobayd ba hoos u soo noqonaysa kolba biyaha inta xagga sare u soo baxda hawada la kulmaysa intaas aa qaboobaysa dabatana dabatana wuxuu dhariga bilaabaya inuu budbud leeyo that's why uu dhariga kan u leeyahay oo biyuhu buqbuq leeyeen kolba inta hoosa kulayl badan inta sare hawada la kulantay baa qaboobaysa dibadda biyuhu isla rogayaan dheriga sidaa u kululaaday ee biyuhu ay dhammaystirmeen kulaylkiisa isla rogaya sida uu isu laba rogayay buu nabi maxamed leeyahay calayhi salaatu wasalaam qalbiga bina aadamkii wuu iska laba rog badan yahay idan intee baad u feejig tahay hoostaada dheriga ka karaya inaad qaboojiso intee baad u soo jeedaa dheriga kan inaad damiso amaad qaboojin kartid waxaan leenahay nabigu calayhi salaatu wasalaam axaadiistiisa waxaa markaa ka mid ahaan jirtay inuu in badan ilaahay baryo xadiiskii saxiixu muslimka ku yaalay allahuma musarif alquluub sarif qalbi calaa taacatik ama shahr ibnu xawshab xadiiskii uu ka warinaya ummulmuuminiin ee culammadu sanadkiisa maqaal ka sheegaan culammada badhnaa ilaahayin waa xujagal maxaa lagu tilmaamayay gabadhaasi ummahatul mu'miniinka ka mid a la yidhi markuu nebigu gurigaaga joogo maxaa ducooyinkiisa ugu badnaa waxay tidhi ducada ugu badan ee uu akhri jiray nebigu waxay ahayd allahuma ya muqallib alquluubi thabbit qalbi calaa diinik nebi maxamed baa wuxuu rabbi weydiisanayaa ilaaha qalbiga bini aadamka gagadiya inuu qalbigiisa diinta ku sugo akhwati fi lcaqiida marka waxaynu u baahannay inaynu fahamno yaa ayuha aladiina aamanuu aaminuu billaahi wa rasuuli baraan tafsiirka akhristay iyo baraan kutub bartay iyo macrifa baan leeyahay quri kuguma fillee waxaad u baahantay mujaahada rasmiya inaad iimaankaaga in badan ilaaliso oo feejig tahay oo noloshana aad la dhaqmayso inaad wax badan feejig tahay baad u baahantahay sidaa awgeed ayaa waxaynu u baahannahay ilaahay subxaanahu wa tacaala duul buu qur-aanka ku tilmaamaya qalbi enga ku dhacay sababtuna ay tahay wakhtigaa ku dheeraaday dabeetana waanaday waayeen ilaahay wuxuu qur-aanka ku leeyahay alam yaani liladiina aamanuu an takhshaca quluubuhum lidikri illaahi wamaa nazala min alxaq miyaanay gaadhin baa ilaahay leeyahay subxaanahu wa tacaala kuwa mu'miniinta ahay
وقتي قلوبتودو اي خشوعدو او الهي ذكرغيس يا حسكيس اي وما نزل من الحق وحال سودجي الدين يا حقا وقت اي قلبيدودو اتش الاعدم ياني غارين او ولا يكون وانا لمد نقنن كو لينو غدغين ان لمد نقن ما خا كدعي كالذين اوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الامد فقست قلوبهم بالهير وانا لمد نقنن كو كتبته هر لو سيي اي وقتو كو ديرادي با الهي لي سبحانه وتعالى هدي وقتو كو ديرادو ادنا اد عصبونان ويدو وهدي ما نيسا واد غبوبيسا قولاد تن اهل الكتاب كا الهي و خي نو غدغين ان لمد نقنن إيجا محال غشاغي كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد وقتك أقول يا راضي بأي لهين فقصت قلوبهم دو تنا قلبين كبير غادي وحدا نو دا هانشري من بوحي دا حق نيسي أسد يا باب كم بانك صوتو ميا مال علابة فردان بلا مركا لو يا بول لبنابا ويا وحو كتجي ماشي ايمانك سكو عصبونا سيلا نو دا دا باي دا ور وحو تجاره دي انت ما نو باهني سند مركو حوكس دا با دبا مساجد لوغ وايا نو دا دا با هلكن عروي دا ور دو في هلك با كبحيا مد مركو غالدا دخ جوغا ام بو ملما دبا لو وايا مد نلو شو دان اسكو سودر ماشا دونتا و دقا نلو شو وحي و باهنت ايمانك اين اد لدبا تاغنت اين اد عصبونا سينش شقك كستو اد قبطو حتى هدا الجهاد قش سادي قو جرت مرك دم قلبين كبات قاضي هدا أنا ربي إن بدن دب حصوصا دب إيمان كاجو عصبان يسينين دب نولانين ولذلك وحوب بهي قفك مؤمن كاهي إيمان كيسين مر والب عصبان يسيو إيمانكو وحقو عصبان هذا بالعلم وحقو عصبان هذا بالذكر وحقو عصبان هذا حلقات العلم حلقات الذكر وحقو عصبان هذا نقولك الله سبحانه وتعالى لا يسكو حصوصينيه سيدة درادت بها إلهي وحكوت المام يدول انتو كور ربي ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون الإصرار على المعصية أي قلبي مدوغة كينا إيمانكو مركز كلما أدحق عبادة دوسي چانشيردو إيمانكاكو عصبونو يسين تيسة إيو كريستي سبوي سعطا كلما حق امتحانات كادو بمبحضنا إيمان كاغا نقصان تيسي يدبتيسي بسعطة وينبو عليه الصلاة والسلام حتى الماما يلا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق صارق حين يسرق وهو مؤمن ولا يشرب يعني نبو عليه الصلاة والسلام حديثك صحيح ومسلم ككويا الله كزني سنة يا مزني استبال لي رسقه محي مؤمنة حلوغة كذا يعني سقو إيمان كيسو حوق دم يستري هدو إيمان كيسو حوق لها الله ما حد علها دزيني دو تشوشين لها لكن هذا يزين أبا مرتين دلول شرابا موغضة إن ضعف شرابا موغنية سرقة هذا مرتين ضعف شرابا موغنية خمر هذا مرتين ضعف شرابا موغنية سيدة دراد دي دون نبقو حتى المام يمزين اشتاي سقو محي وحكا إيمان كيسو دم يستري أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا أما النبي عليه الصلاة والسلام وحين ينبضان أن أحاديث وميزان كمنافق نمضى اللغو قياسة وقت المام يسعي نهر بين بضان الشاقني إنه أعمال يهي النبي عليه الصلاة والسلام وقت المام يهي حديث عبد الله بن عمر الشيخين كوي سوى صارين أربع من كن أفر ننك كسوغاني ومنافق خالصة ننك قيبك كسوغانينا خصل من النفاق بقصغن خصل من النفاق ضيق قصغناتي معنى هذه وحويا ثلم في ايمانك ضلال بكجره ايمانك اجي ضعف سو غلي وحلا شيغو دمنا وا اعمال هدنا وحلا يدي هدي لا امنه وحبو خياميه هدي لا امنه ادو امام مساجد يهي وصلاه وصفي عندك وتكون وايو وخيامي هدو امام قري يهي أو ريرك سفي عنه ما ملوا يوا خيامي هدو إمام مدح وين أي هي أو دولة ديادتك سفي عنه ما ملوا يوا خيامي هدو من شركات هاستي هي أو سفي عنه ما ملوا يوا خيامي بقدر المسؤولية أنت مسؤول كطا هي أي خيامة تكون حرنتي هداد خائن نقطة وضعف في الإيمان وهي إيمانك يصير لمنية هدي محي ورك بنت هي وكوت ربته دكتياف وهذا يسوق هذا لو شمان وضعف في الإيمان هذا بلنك بحاق وبتو هذا كي أنت تبلن لك شهادة خيامة يسوع وخطر
هذه مرن كو كدافيه حقه ورق اسكدعي دو اي حق كلكا غبتورتو وظلمي اذا النصوص تا سودن ما اخرنيه وحان تلمام يا ان اي شيغيسو زياده في الايمان اما نقص في الايمان اي شيغيسو. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادتهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيهم زادت هذه إيمانا وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. نبينا عليه الصلاة والسلام حلي أنا أعلمكم بالله وأشدكم له خشية. العلم أي إيمانك الزيادية شبهاتك علم بعد دفاعه شبهاتك علم دفاعه يصير لو سيسك كمطة قاع قالوا قد يبون بوسع عليا وحنو بهنينا إنه إيمانك إنه كورينو أكوب عنه شهادة الميلاد وأن كل الشيدي وحيوبها أنت وحلو ضره نلاش أين كل حشرنا بعض ضعفك كأنت وحنوبها أن إنه يمك عصبان يسينه علمي يا قوم بو بهي قصبة الله بعض يعني وحيد هذا قلبك بين آدمك الله بق قصبة ضد أما الله بق بامبو أما الله بق تومبو بق كفر بيد هذا تومبو الشبهاتك هي تومبو الشهواتك tumbo shaki iyo qurun bay ku wadaa iyo gaalnimo iyo wax la mid iyo bidca iyo waxan fiicnay tumbada tumbada nadiifisa waa cilmi diinta loo yeesho iyo rabbo sidaba loo caabudo. Tumbada labaad ee shahawaatu nafsigana waa taqwa iyo la kacabsiyo dhikri iyo ahlu dhikriga la socodkooda ayaa iyana nadiifisa. Hadday labada qasabadooda iska giba kugu furan yiin labada kalena ka xidhan yiin ka war labowskaga haday furan yiin noloshan waa furan yiin nin walow inaga mid ama labadaasi waa furan yiin haddii labadaasiba kugu furan yihiin labada kalena ay xidhan yiin ama tinin khayihiin in yar dhibca yar yar uu ka soo dhacayo inteeba iimaankaagu nadiifoobaya inteeba qalbigaagu sugnaanaya inteeba caqiidadaadu xoogoobaysa inteeba diintaada mintid ku ahaanaysa. Shahwaatu nafsihi وخطر وكاسي قران كوكت المام يا نبي الله يوسف وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب وقالت ايت لك قال معاذ الله انه ربي احسن مثواي. ايمانكم مركو حوغن يهي لا يزني زاني حين يزني وهو مؤمن بالله المام كزني زني يا مسني سيسقى مؤمنا تدمني ايمانك ضعف كجرا اما ايمانك هدو حوغن يهي ما حكو دعا waxa ku dhaca zinada iyo waxa kaniba ma soo aqmaraan bale hadii xataa lagu qasbo ma yeelo. Nabi Yuusuf isagoo dhalinyara oo qariiba oo waxba haysanin oo gabadhii waddankaba ugu qurux badnayd la jooga oo gabadhii boqorka ay tahay oo meel sare ay joogto oo kuwa ay ahlu shahwaadku raadciyeen ay gaari waayeen ayaa Nabi Yuusuf isaga soo gashay iyadoo soconaysa. Intay u soo gashay isagu ma hungurayn waliba iyada hunguri wada وراودته التي هو في بيتها ما إلى أين مراودة لما أرن نوي دون تقوله واحد حدا شيء استبص عطه مراودة دوا يدوا كبت الله قاعد إلى يحلي وراودته التي هو في بيتها تي وجر جيدة شو غيبة هم جريسة يخون نقطة راد عيسي واسكت ضي ضي سك استبين لغو هلا دبتنا وحلي معاد الله إنه ربي أحسن مثواي يدوا أن خشلي نبي تري هيت لك وغلقت الابواب الى هيد الباب ودنا وقف في شيء تبتنا سو دو ويتري وحلي هي معاد الله انه ربي احسن مثواي وحلي دو لو تومي اداد يلي ويدو وا لو خديا
أما والو حبسي أما ورك الله رباد يلي بالي قال ربي السجن أحب إلي مما يدعونني إليه إلهي وحبسي أكتي إذا لقاك القاع البدن يبيد وحي ويريا وحي شوكتا حبسي إيوه هي قالت وما كوا أهل الشهوة وحي فرصة العمر قبوي قانين تشانس هي حبسي شوكتا مركزو حلي حبسي قال هي تورجركا حبسي بو قالوا بضع سنين سيد القرآن كنت المامي يكتشري إذن إيمانك ساحو قنايا عصبونا إيمانك حبوبة هي شهوة الفرج إنو قبنكره ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله فضبضي عرش الرحمن آخرها السنيي وحاكم إذا ديدتك إيمانك وأوين لي وحاكم إذا مدي قبروية أردي منصب قرحية جمال بله جمال إيا منصب إيا حصب إيا وعوال بله وهو كيري إني أخاف الله نايداف ربانك عبصنا يا آية شهوة المال بله مدي النفط اللي جحيتشيو إن حارانتي حلاشك على قراته حساسية دي سحابة دو قبين مثلا حولها حارانتي حلاشود غير قيسة مال ما هو حان مغلا يا قولا تدير ربا لدلدل يا يا كينا لعكتو لعكتبه ولا ودا ديبتي تبعت أنا والإسكالات جايبان مغلية أبي بكرنا حديثك بخاري وورينا يو أبي بكر أي غلام ولا مديس كم ده أي مال راشنو كاني تبعت أنا راشي كي أبي بكر هنا مرقو راشي كي هنا يبوي ده أبي بكر راشي كي هذا عن تما قرنا ساحقا كاني ما يبويري وعلوا وحوجا برجي هري جاهلية ده إن دالوا إسلامين وحوجا عن شق استوي يانو وحوجا كان نيمبان عرفي يبيد عرفي إسكنا ما قونا ما يرخي يا ما يبيد ميت بعيد مي واحد دون دونه يده وو ير عرفي فالية وو ير فال فالية كاهنو كاهن كيمان دبتنا وحوجا كقاضي يبيد وحوجا جام برجا كاهن كقاضي أي كسو حد يبيد إنت يرادي مكانتي فرتو إسقليه وإسكما تشي أبي بكر فرت إنتو إسقليه أي إسكسو متشي أبي بكر محيسة كم تجي يدو شرع عضو إلادة الإسلام يجب ما قبله إسلام كوحي كهر يرد ووتر ترى قفكو مركو إسلام نماذا صوق له لما ويدية وربرقية هرم خبرقات كشقية ترتم سير ربا دابو لما يراه هدو صوى إسلام حولي سيو صلى صوى إسلام سيدو دو كقاطة صحابة دي إسلام قصوق شيء لما ورني وربرقية هرم حاكي شقية ترتم وحي الظلم يعيد الدبصع توالي عليا قال يا مسلم عدي دون طال هاتي هذو حاله وصار دعيس يقول للرورة يوي ما ده أو يراد ده بتنوان السلام دعنا إسكع اللي بقى لي السلام هو مغيرة بن شعبة تيسي يقله نبي هو هدي ده وحوجا يقول نمك كسر تروفي لما هو غلطه لكن وحي إسكع جاهلية ده دي أدسك حوك حوك ستي أما ربكوا هلا ما خبركوا هلا ما هداد السلام تو أو سوق شالو قرن ما يبرق عن جهره لكن أبي بكر وحيد هذا حساسية وحقق بي وح شبه باي قلي كرتو حما با عرافيس با وح كيمي نيكا كان حلال با وهيد هذا وقت ينوسي تبا صورته قال لكن ابي بكر وحو اركي ان الله طيب لا يقبل الا طيبا وحو اركي وحو عنيا انو الاليو نبينا عليه الصلاه والسلام علامات قيامه وحو كشغ ياتي على الناس زمان لا يبالي المرء ما اخذ منه امن حلال كان من حرام ددك وقت اكو يمن دونا ددك اني غرانين با حولها الله سوق هلو ما حلال با لو خوكسدي مس حرام با لا كلا غرانين مر هدي خولين وخي خول يغ وا قادو وقت لا تاغي وخي خولاه يغ وا قادو ما له ما حلال با ما حرام با اخوتي في العقيده درس كان عاوا وجيدو دمه و خو كوبان يا ايها الذين امنوا امنوا بالله و خو كوبان يا ايات ايات كو خيكتي ان اخردان أيدا كحكت إلهي محلي إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا ربي وحلي إن الذين آمنوا كوي ما كان لقاه لي ثم كفروا دبيتنا قالوا بي ثم آمنوا هدنا ما لقاه لي ثم كفروا هدنا قالوا بي ثم ازدادوا كفرا هم حالي لمركز
لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا الله سبحانه وتعالى كوا دم بودنا نافي ما يجدنا كهانون ما محلة المامة وحلة المامة يقفكو هديا أنو سوتشيدين إنو الدوران كان جلي كره إنو إيمان لجهله وهدنا قالوبه وهدنا إيمان لجهله وهدنا قالوبه تن محاكا إلى ولا ما يدود سكعيجا يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله وآية ظهر آية بغلية لحي صدنات من سورة النساء آية بغلية تضبي صدنات يكو حكتنا إلى أيوح لي إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا إذا واحد شرت دول إيمان لجه ليه لكن أنا إيمان كودا إلى شرني هدنا قالوا بدونا هدنا إسبر قمان دونا إيمان كدك صانو قدونا هدنا قالوا بدونا يعني دولان في تجنين باكرة دولان في تجنين نبي محمد عليه الصلاة والسلام حديثك صحيح وحكوت المامية إن أي وقت إيمان دونا ضدكو قفكو وابر يسن دونا يسقى محي مؤمنة قلب يسن دونا يسقى محي كافرة قلب سويدار كاس محاي سويدار كان ضدك كوك يعني حديثك سوى حوت المامة يين الدين تيسكو يسن دونا عرض من الدنيا يعني وحقا يرو بدبد الدنيا مرك قارك دين دين تبلا دافسن دون تام عنه دو حويا واحد وباهن تي في تجني يسوي تشيدس يدكتوني أدو الدكتون تهي واحد آخرك بدبادل هيدو إيمان كاجين الدورته أو واحد كستو شبه كاجا شوات سكيل على سو أو واحد كستو شوات نفسيات سكيل على سو oo sida muddo ka maanta jooga dirhamkii iyo diinaarka ay u ilaashadaan si ku xoog badan inaad u ilaaliso ilaalintiisu waa daris dheer laakiin umuman waxaad u baahan tahay inaad Ilaahay rumayso waxaad u baahan tahay inaad diintaada barato cilmi u yeelato oo cilmiga ku noqnoqoto xifdidid oo aanad ilaabin waayo cilmigu waa macrifa marka hore hadaan loo noqnoqono waa la ilaaba imisa misal lagu dhigo aanad waxba ka xasuusnay cilmigu ku noqnoqoshadan buu midha ku dhala كل علين تنبورات كويشة نفط ورات كويشة عقلك وكدجا قلبك وكدجا كنا نغشة ذنبا واحد رئيس ساد رادد بإلهي دين كل علية دين كل علية خلق السماوات والأرض خلق السماوات والأرض إم ساد قرآن كواركت كنا نغشة ذا وحقو ترئيس واحد وبه أنت علم جينا تكف وقانين برتيد كرتيد كبعديد واحد وبه أنت عبادات كجينا دورتيد واحد وبه أنت جينا حلال ميرتيد waxaad u baahan tahay meelaha khayrka lagu hayo inaad joogtid waxaad u baahan tahay dadka khayrka wada inaad la socotid oo dadka kale ay islaaxinayo dadka kale u tago islaaxi laakiin ha ku milmine ku milan kuwa khayrka qaba nabi ilaahay leeyo wasbir nafsaka he maa alladina yad'una rabbahum bilghadati walashi hadii nabi maxamed leeyo wasbir nafsak maa alladin waxaad naftaada ku sabir siisaa la joogtaa kuwa maxay رب عابد يقلن هري يقلن دنبضا كوا صدو باهمت ينو نغضو هم القوم لا يشقى بهم جليسهم كوا اللي يدي انا هرت كوا كدر كم بعضو باهمت ورأو لي ان مدى كربا الله وقو كرا هداد ولي نغطي مر هداد لا إله إلا الله ترى هداد ولي باد نغطي او لي ان مدى كرو كر إلا اتكا قاردو كوا حديث كي حديث القدس كو شيخ يقولوا الله لي سبحانه وتعالى من عادى لي وليا فقد عادته بالحرب وأولياء كرتاي أو كرتاي حاجة في عن درس كريم مركا وحكو كوبين هل مسألة أو آه وربرا وحبر تايدن كم في الله يودد بين هانش رايكو كم في الله يوحوجا عن كتب تملها لغو مربريا لغو هران ودكتك كم في الله يوحى كم في لنا كرتا أو كوب عديد ودين تاد جرجر كهيستيد أو قصبة ها هبارك قبي قلبك على كفرا عكس جودة فرتيد أدميدي والله أعلم بالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.